عايز دلوقتي حالا يا شباب استاذنكم نرجع ظهرنا ورا لو سمحتم، كله ارجع ظهره ورا، ارجع ظهرك لورا خالص، وعايزك تسترخي. يعني ايه؟ احنا هننام ولا ايه؟ وايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما ننام؟ يعني نطفي النهارده لحد لاقي النوم؟ نطفي الليل. لا 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 مش هنطفي. عايزك تسترخي وتاخد نفس قوي جدا جامد، وبعدين تحبسه لمده ثلاث عدات وتطلعه بالراحه، وشوف قد ايه اللي هيحصل، التغيير الكبير اللي هيحصل جواك. شوف التغيير ايه اللي هيحصل جواك. خد نفس كبير جدا، املى صدرك، عايزك تخلص الاكسجين اللي موجود كله في القاعه. املى صدرك واحبسه وعدي ثلاث عدات، وبعدين ابدا طلعه بالراحه واحده واحده. ها عايز ثلاث مرات، شوف التغيير اللي هيحصل لك ايه السريع، شوف التغيير اللي السريع جدا اللي هيحصل لك حالا. هتلاقي فيه جسمك بدا يحس بالرغبة. هي دي بدايه التعلم الحقيقي، انك تكون في حاله استرخاء وهدوء وطمانينه. التوتر، القلق، دايما بص في الساعه مش هيخليك تحصل شيء. الطمانينه. تعالوا نبدا بالروح الجميله دي، ندخل الدوره. لسه ما بداناش، استر يا رب علينا، احنا كده هنقعد ابشر ان شاء الله ما نطول. فاكرين قصه النسرين؟ النسر اللي كان مصدق والنسر اللي كان عايش خلاص. النسر اللي كان مصدق انه نسر وانه مكانه اعالي الجبال وانه لازم يكون في القمه. انت افضل منه بكتير، ده انت يعني اعظم مخلوق في الوجود. انت ربنا سبحانه وتعالى سواك بايده، سبحان الله، نفخ فيك من روحه، يعني انت صنعه كبير قوي، عظيمه جدا. انت مكانك مش اي مكان، لازم تكون صح في المكان الصح. امكانيات العقل البشري معجزه، العقل البشري النهارده معجزه كبيره جدا، الناس تحتار فيه، سبحان الله. كل يوم نكتشف اشياء في المخ البشري، نقول فعلا لا نملك غير كلمه سبحان الله. عالم كامل بذاته، يعني العالم كله، المجرات الكونيه كلها لو شفنا امكانياتها وقدراتها هنلاقي ان العقل البشري يفوقها بكتير. تعال نشوف قد ايه احنا فينا امكانيات. ولما تسمع ان انت عندك، حضرتك عندك 100 مليار خليه، 100 مليار، يقول لك انا ما بعرفش اذاكر، ما بعرفش احفظ. يا راجل 100 مليار خليه عصبيه قادره على الحفظ، حفظ البيانات. 100 مليار، انت متخيل يعني مئات الملايين من الروابط بين الخلايا وبين الفصل الايمن والفصل الايسر. عندك بتسجل بس 3600 اشاره بصريه في الساعه، تخيل يعني حفظ كميه حفظ شيء. قول لي اي كاميرا تشتغل بهذا الشكل، مش ممكن. امكانيات هائله جدا، ورغم ذلك انت بتقول لي انا ما عنديش، ما بقدرش، انا هنقر زي الدجاج وخلاص. لا، انت مكانك فوق، لانك انت فعلا تستحق هذا المكان. تعالوا نتامل العقل البشري، عقلنا بيشتغل مكوناته ايه؟ لما تبص لمكوناته هتتعجب جدا. تخيل معايا ان الموضوع سهل وسهولته هي سبب معجزته. ان العقل نفسه 20% استهلاكه اكسجين. ولذلك اللي قاعد في الغرفه ومقافل مسكر الشباك ومدفي نفسه ومفيش اكسجين في الغرفه ويقول لك انا مش قادر اركز، هتركز ازاي؟ اذا كان الغذاء الحقيقي لمخك مش موجود. الاكسجين مش موجود، تطلع تشم هواء، تطلع بره تشم هواء، يبقى فين الهواء وانت بتذاكر؟ رقم واحد. اثنين، الميه، ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. 78% من عقلك تكوينه ميه اصلا، ميه. 8% بروتين و4% مواد اخرى، يعني بوتاسيوم وكالسيوم، يعني حاجات مكونات اخرى، سبحان الله. المعجزه هنا ايه؟ ان الحاجات دي سهله جدا ان احنا نشوفها كده، يعني نحللها قدامنا، لكن لما نجمعها ونعملها نسويها كذا مش ممكن. ما حد يقدر على هذه الصنعه غير رب العالمين. فلا نملك فعلا غير نقول سبحان ربي الاعلى. فعلا سبحان ربي الاعلى. اتفضلوا يا شباب، كل واحد ياخد حاجه والحساب عليا ان شاء الله. اتفضلوا. انا عايز اسال سؤال، لما بنيجي ناكل بناكل ليه؟ ها؟
هاي واحد يقول لي ده سؤال عبيط، صح؟ سؤال عبيط، بس صدقني السؤال ده مهم. انت بتاكل ليه؟ انا بشوف ناس بتاكل ما شاء الله بتتدقن يعني، او يعني انت بتاكل ليه؟ سؤال. ها اتفضل. عشان اعيش. جميل. ها اجابه ثانيه اتفضل. عشان استطعم. عشان استطعم، يا مزاجك يا باشا. حلو. ايه كمان؟ اتفضل. واحد قال عشان اعيش والتاني عشان استطعم. ها اتفضل. اقدر استوعب وافكر واذاكر. اه شوف جابها، جابها من الكتف. ده بيحب الكتف، تاكل الكتف انت، صح كده؟ احنا كلنا بناكل عشان نعيش، صح؟ والواحد لو ما كانش يموت. وكمان بناكل عشان نستمتع متع فعلا، الواحد ياكل بمزاج كده لكن ما سالتش نفسك سؤال، لماذا لا ناكل حتى نتعلم؟ اه ناكل عشان نتعلم. اذا في نوعيه معينه من الاطعمه مهمه جدا عشان تقدر تركز معايا. انت داخل على امتحانات محتاج حاجه، يعني واحد يقول لك هنجيب مشروبات الطاقه والبتاع، انسى كل ده، كلام فارغ، بيضحكوا عليك. والله بيضحكوا عليك. مشروبات الطاقه مضروبه، مضروبه، بتحركك شويه وتنيمك ساعات، مؤذيه جدا. وكل يعني عندنا اطباء ما شاء الله يقدروا يحكوا لنا مشكله كبيره حكايه مشروبات الطاقه. لكن كل اكل طبيعي. يعني شوف ركز قوي على الخضروات. طبق السلطه ده مهم جدا، لازم تروحوا الجمعيه شباب وتشتغل يعني تشغلوا جمعيه. بس لابد خضار، تجيبوا خضار وتاكل كويس جدا. طيب ايه تاني؟ اللحوم، بس ابعد عن الايه؟ كل لحوم خاليه من الدهون يا ريت. صح ان عقلنا فيه 10% دهون، لكن اذا زادت الدهون في المخ اللي بيحصل؟ الحركه بتبقى بطيئه في بين الوصلات العصبيه، الاشارات بتبقى ضعيفه بطيئه، وبالتالي يبقى تحتاج وقت عشان تجاوب. لا عايزين السرعه. طيب يبقى كمان يا ريت المكسرات مهمه جدا كمان، والحليب والجلوكوز طبعا ده مهم جدا، موجود طبعا متوفر في العنب يعني جميع الحلويات اللي هي الطبيعيه، بعيد مش الحلويات الثانيه، الفاكهه بكل انواعها فيها ما شاء الله الجلوكوز ممتاز. طيب طبعا سمك السلمون مخصوص مهم جدا لانه بايه؟ ها؟ بينشط، صح، برافو عليك. مهم جدا، يا ريت اذا قدرنا ان احنا نحصله يكون افضل بكتير. طيب السؤال، انا بشرب ميه، طب اشرب ميه عشان ايه؟ ها انا بشرب ميه عشان اعيش، عشان استمتع جاي من الحر بشرب بستمتع بالميه. طب ممكن تشرب حضرتك لو سمحت عشان تتعلم؟ ممكن، ممكن يا اخي. اقول لك مخك فيه 20% يمكن مكوناته ميه، لما تقلل الميه ايه اللي يحصل؟ هيحصل خمول ويحصل ضعف ويحصل حاجات كتيره جدا. اذا اشرب ميه. انا اقول لكم على حكايه غريبه قوي. في احدى الجامعات الامريكيه حبوا يكتشفوا يشوفوا الموضوع ده، فعملوا ايه؟ جم في مدرسه وقالوا احنا ان نحط في كل الكوريدورات ونحط في الغرف الدراسيه وكل اماكن نحط ميه، يبقى كل يعني كل طالب جنبه امكانيه انه يشرب ميه. والاساتذه وفي غرف الدراسه وكل اماكن اللعب واماكن الاستراحه واماكن، حطوا ميه في كل مكان، املوا المدرسه ميه. تجربه، تجربه. وقولوا للشباب ان الميه دي مفيده ليكم وحلوه وتشربوا وتشجعوهم. وبعدين اكتشفوا حاجه عجيبه جدا. ايه اللي اكتشفوه؟ هم كانوا حاطين التجربه دي عشان يشوفوا مساله التركيز للطلبه، لقوا التركيز عالي جدا. بس السبب ايه بقى؟ سبب ان التوتر قل. طب والتوتر قل ليه؟ لان الضغوط قلت. ليه بقى؟ عشان ما عادش يعني الميه بقى يعني جسمه تشبع بالميه، فاصبحت المساله سهله، نقل المعلومات ونقل الضغوط، ما عادش في ضغوط. طيب خليكم معايا. السؤال هنا هو سؤال مهم قوي، وده اللي احنا عايزين نقف وقفه عنده قويه جدا. يا ترى مخي بيتعلم ازاي؟ سؤال، تفتكر السؤال ده اتسال لك قبل كده مره؟ او حتى انطرى عليك في الدراسه؟ من اول ابتدائي حتى وجودك النهارده في الجامعه، كيف يتعلم الدماغ؟ سؤال، مين يا شباب سمع هذا السؤال في المرحله الابتدائيه؟ ها؟ كيف يتعلم الدماغ؟ ها؟ حد سمع خالص؟ طيب المرحله الاعداديه شباب وبعدين؟ ها؟ طيب المرحله الثانويه اكيد بقى، واحد اثنين ما شاء الله. كيف يتعلم الدماغ؟
جميل خالص. خلي بالك معايا، وجودي هتفرق حاجة، تفرق كتير جدا يا اخي. انت لما تكون عارف انت هتنزل المكان ده وعارف قواعد اللعبة هتلعب وتقدر تكسب، لكن ما انتش عارف قواعد اللعبة هيضحكوا عليك، مش تعمل حاجة.